نروح للشيخ اللي قال لك هتجيب جون ده وفي قطر بيكمل علاجه. كابتن احمد مساء الفل يا حبيبي، ازيك؟ يا كابتن شبير، مساء الفل يا كابتن. ازيك يا حبيبي؟ طمنا عليك. منور يا كابتن، والحمد لله على سلامة حضرتك، ومنور دايما وكالعادة متألق. الله يخليك يا احمد، طمنا عليك، الاخبار ايه؟ الحمد لله يا كابتن. والله عايز بس امسي على حبيبي واخويا صاحب الابيض. ازيك يا كابتن؟ حبيبي يا شيخو، عامل ايه يا حبيبي؟ وحشني وحشني يا حبيبي. انت كمان يا حبيبي، ترجع بالسلامة ان شاء منور الله. ومتشيك وحاجة الله ده. لا انا بتعلم منك الشياكة. لا انا بس اللي عاجبني يا كابتن شوبير، اللي عاجبني ايوه الانجليزي اللي في وسط الكلام. الراجل ما قالش ولا كلمه انجليزي، حرام عليك. لا يا كابتن، في كام واحده اوريدي، وفي كام واحده كده. انت مركز قوي يا شيخ. بص واقف لك على طبعا انا متابع الحلقه من الاول طبعا. يا رب تكون مبسوط. حلقه جميله حبيبي يا شيخ. ايه طمنا الاول عليك، ترجع امتى بالسلامه؟ الحمد لله يا كابتن، انا في اخر مرحله الحمد لله في التاهيل. نعم. والحمد لله يعني ماشي بشكل كويس. باذن الله يعني قريب جدا ان شاء الله هرجع مصر، وباذن الله شارك يعني عند ان شاء الله تكون منور ان شاء الله. ايه اللي خلاك تقول له انت هتجيب جول؟ الاحساس جالك ليه؟ ازاي؟ والله بص يا كابتن، بعيد يعني بعيد عن اي حاجه اصلا، انا قفشه، انا بحبه جدا على المستوى الشخصي. ايوه. لان هو انا بحس ان هو يعني شبهنا وابن بلد وحد جدع وبر بوالده ووالدته، ويعني شبه الناس الغلابه يعني. نعم. فانا دايما انا قفشه بالنسبه لي يعني بجد والله، مش عشان انا بكلمه، هو عارف انا نعم. غلاوته عندي، فانا بحسه دايما كده ان هو في شيء لله وربنا بيحبه. نعم. فسبحان الله يعني اليوم ده بالذات او ليله المباراه دي، يعني احنا الحمد لله يعني متعودين ان احنا في المعسكرات ان احنا مع بعض دايما بنصلي صلاه الفجر. كابتن سامي قمصان بقى بياخدنا كلنا والحمد لله يعني يعني بنحاول ان احنا احنا طبعا كلنا مقصرين مع ربنا، بس يعني على نعم. على قد ما بنقدر بنحاول اكيد في الحاجات اللي هي الثوابت المفروض نعم. عندنا. فالحمد لله يعني اليوم ده صليت وجالي والله احساس كده يا كابتن سبحان الله هيفرحنا ويفرح الجمهور ده للاهلي يعني. فهو هو ربنا بيكرمه عشان هو ابن حلال وطيب ونضيف يعني، زي ما المتألق فيصل زيدان قال في التقرير. نعم. ان هو نضيف، هو نضيف صحيح، ونيته بيحب الخير للناس كلها، فعشان كده ربنا بيكرمه. احمد الشيخ تقول له ايه؟ لا يعني بشكرك طبعا يا شيخ انك دخلت معانا، انا عارف اللي هو في سهران في قطر. انا دايما بتواصل معاك. قول. انا بكلمكم دولي. معلش حقك علينا، يلا خلص يا قفش. حقك علينا معلش. انا عارف اللي هو في قطر، وعلى طول يعني بتواصل معاه اطمن عليه. حبيبي يا شيخ انت عارف انا بحبك برضو، ودايما بتواصل معاك اطمن عليك، وان شاء الله يا حبيبي ترجع بالسلامه وهنشوفك في الملاعب تاني كده بامر الله. والمكالمه دي على حسابك يا قفش. عندك يا خلاص يا خلاص يا احمد. بس انا هدفع مصر يا حبيبنا يا احمد، تيجي لنا بالسلامه، مش هنطول معاك، وانا عارف ان انت سهران وعشان العلاج والتمرين الصبح. اشكرك شكرا جزيلا احمد الشيخ.